بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم في فيديو جديد عن اختبار من اختبارات الذكاء. بقول لي اوجد الناتج بدون آلة حاسبة. عطي لي 7 زائد 7 على 7 زائد 7 في 7 ناقص 7 بتساوي كام؟ هل هي بتساوي 50 ولا 25 ولا 5 ولا 1؟ احنا قلنا في ترتيب العمليات الحسابية قلنا اول حاجة عندي الأقواس، ثاني حاجة عندي قلت الأسس، تالت حاجة القسمة، رابع حاجة الضرب، وخامس حاجة الجمع وإيه والطرح. عندي هنا بس جمع وقسمة وضرب وطرح، يبقى الأول القسمة. تعال نشوف القسمة، عطيلي هنا قسمة إيه؟ يبقى أقول إن الكلام ده هيساوي على 7 زائد 7 على 7 في كام؟ في الواحد زائد 7 في 7 ناقص 7. عندي هنا جمع وفي ايه؟ ضرب واسم. الضرب قبل الجمع والطرح، يبقى انا هاخد الضرب الاول، يبقى دول الضرب عمت، يبقى ده عندي على 7 زائد الواحد، 7 في 7 بكام؟ ب 49 ناقص 7. عندي هنا جمع وطرح، يبقى نعمل هنجمع ونطرح مش هتفرق. هنا السالب 7 وهنا الموجب 7. يتفضل لي 1 زائد 5، 1 زائد 49 اللي هي هتبقى بكام؟ ب 50. يبقى اذا ناتج العملية دي عندي كام؟ 50. يبقى الإجابة هي إيه؟ اللي عندي كام؟ بـ50.